كانت بتسأل عن مسألة الأرض، أرض اليتامى وأولاد الأعمام يعني يأخذون حق البنات اليتامى، وهذه كارثة والله ومصيبة كبيرة جدا. لو لم أذكر في هذا الجواب إلا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لكفى لكفى. احذر أن تأكل مال اليتيم، أنت تأكل نارا في بطنك، واعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك الحقيقي هو ما جمعت من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال، هذا هو مالك الذي ينفعك يا رسول الله. الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال ورثته ما أخر. فأنا أنصح إخواني الأفاضل الذين تعدوا على حقوق اليتامى أيا كانوا، يعني حتى ولو كان هذا الجواب لصاحبة السؤال أو لغيرها، فأنا أنصح إخواني جميعا، لأن هذا مرض موجود الآن في الريف في معظم قرانا. قد يحرم الوالد بناته من الميراث مثلا، قد يكتب الميراث لأولاده الذكور ويحرم البنات، هذا أكل لأموال البنات بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا تعدي على حقوقهن. قد يموت الرجل ثم يتعدى الأعمام أو الأخوال على أكل أموال اليتامى من الذكور والبنات بالباطل، وهذا أكل حرام ومال حرام. فهذه نصيحة عامة، والظلم ظلمات يوم القيامة، وإذا كنت الآن قادرا على ظلم هؤلاء اليتامى لضعفهم من الأولاد الصغار والبنات الصغار، فاعلم بأن ربك تبارك وتعالى أقدر منك عليك منهم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أسأل الله أن يطعمنا وياكم الحلال الطيب، وأن يجنبنا وياكم أكل الحرام، أكل الربا، وأكل أموال اليتامى، وأكل أموال الناس بالباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.